بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين، وبعد. فمجلس جديد نواصل من خلاله قراءتنا لموطأ الإمام مالك في رحاب الساحة البرهامية أبناء الشيخ سيد سليم الثاني البرهامي المصري حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين، اللهم أمين. وكنا قد قرأنا في موطأ الإمام مالك إلى أن وصلنا عند قوله: باب القراءة في المغرب والعشاء. وهذا الباب أيها الأحبة الأكارم، قبل أن نقرأ سويا الروايات التي جاءت في هذا الباب، لا بد من مقدمة في غاية الأهمية والدقة. وهذه المقدمة تنتظم في ثلاثة مسائل. كم مسألة؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى، تلاحظون أن الإمام مالك في الموطأ بدأ بعد أن ذكر كيفية الوقوف في الصلاة ورفع اليدين في التكبيرات، هذا قرأناه في المرة الماضية، يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط أم يرفع يديه عند كل تكبيرة، وما معنى أن ترفع اليد عند التكبير، وأمور فيها تفاصيل وفصلناها، إلى أن وضح هذه المسألة فشرع يتحدث عن القراءة، أي التي تكون عقب الفاتحة في الصلوات الجهرية. هنا تأتي المسألة الأولى، وهي: لماذا بدأ بالمغرب والعشاء قبل الصبح؟ من المتوقع أن الصبح هو أول النهار. هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية، فلماذا ذكر في الموطأ القراءة في الصلوات الجهرية دون أن يذكر القراءة في الصلوات السرية؟ هل لأن الصلوات السرية ليست فيها قراءات، أم أن الصلاة السرية يقرأ المصلي فيها بعد الفاتحة شيئا من القرآن؟ جميل، هذه هي المسألة الثانية. والمسألة الثالثة، يتحدث فيها عن تعيين القراءة في صلاة المغرب والعشاء. وإذن السؤال الأول، لماذا بدأ الإمام مالك في هذا الباب بذكر القراءة في صلاة المغرب والعشاء قبل الصبح؟ والإجابة اكتب في نسختك فإن هذا من العلم. قال: أولا قدمهما لكونهما جهريتين، وقدمهما على ترجمة القراءة في الصبح لأن الليل سابق النهار. الليل سابق النهار، فإن الليل الذي هو يسبق النهار، لأجل هذا بدأ بالصلوات التي تصلى ليلا ثم الصلوات التي تصلى نهارا. كيف يعني الليل سابق النهار؟ يعني اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب، يتبقى هذه نسميها في عرف الشرع وفي عرف الفقه وحتى في العرف العام نسميها ليلة السبت، مع أنه النهاردة الجمعة، فهذا معناه أن الليل إيه؟ سابق النهار. لأجل هذا ذكر الإمام مالك ماذا؟ ذكر القراءة في صلاة المغرب والعشاء قبل أن يذكر القراءة في صلاة إيه؟ في صلاة الصبح رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولم يذكر القراءة في الظهر والعصر، لم يذكرها أصلا في الموطأ، ولم ينتبه لها، أقصد لم يجمع حولها إيه؟ النصوص. فهذا هو السؤال الثاني، كما قلنا مسألتين، ثلاث مسائل، هذه المسألة الثانية، لماذا لم يترجم ولم يجمع النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ هل لأن النبي لم يكن يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ لا تستعجل، سنرى. قال الشارح رضي الله عنه: قال: ولم يذكر القراءة في الظهر والعصر ترجمة لأنهما سريتان، لم تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. أصلا لا تسمع، يعني هي قراءة سرية، فبالتالي كان يقرأ نعم، لكن ماذا كان يقرأ؟ أمن طوال من الصور الطوال، أمن قصار الصور، أمن المفصل، أمن طوال المفصل المجمل، هكذا. لم يعرف، لأن القراءة كانت سرية، ومن ترجم لها أراد إثبات القراءة فيها فقط، لكن لا يستطيع أن يقول النبي كان بيقرأ إيه في الظهر والعصر. لكن الذي ذكر في الكتب الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح في صلاة الظهر والعصر، ذكر ذلك إثباتا لأن النبي كان يقرأ، لكن ماذا كان يقرأ لا تستطيع أن تضبطها، إنما الذي تستطيع أن تضبطه ماذا؟ قراءة في الصلاة الجهرية. فهل كان يطيل المغرب أو لا؟ كان يقصر العشاء، كان يطول الفجر، كان يقصر الفجر، بماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم؟ وقد ترجم البخاري لهما، يعني للقراءة في صلاة الظهر والعصر،
يعني البخاري، هل البخاري جاء أولا يعني جاء قبل مالك أم مالك هو الذي كتب قبل البخاري؟ مالك هو الأول، هذا إذا ذكر العلماء فمالك النجم، هذا أول كتاب ألف بهذه الطريقة، يعني هذه الطريقة لم يؤلف قبله، لم يؤلف عالم قبله الفقه أو الحديث بهذه الطريقة قبل الإمام مين؟ قبل الإمام مالك. شوف يا سيدي، إنما جاء البخاري من بعده، وكان كتاب البخاري فيه شيء من التوسعة وشيء من الشمول، فترجم للقراءة في صلاة الظهر والعصر. لماذا؟ ليثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. إنما ماذا كان يقرأ؟ لا، ليست عندنا. وأذكر لكم الرواية، قال: وقد ترجم البخاري لهما وروى في الترجمتين حديث أبي قتادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا، مع أنها قراءة سرية، لكن إيه يسمعنا القراءة أحيانا، الآية أحيانا، يعني يهمس بها همسا، فربما سمع الذي في الصف الأول أو القريب من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكلمات القرآنية في الآيات التي يقرأها الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر؟ الإجابة نعم، لكن ماذا قرأ؟ لا أستطيع أن أضبط هذا. وفي بعض الروايات: كيف كنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر؟ قالوا: من اهتزاز لحيته صلى الله عليه وسلم. وأجابوا على أن اهتزاز اللحية من الممكن أن يكون بالذكر بالدعاء. من الذي أدراكم أنه قرآن؟ قال لك: الرواية التي أخرجها البخاري من أنه كان يسمعنا الآية أحيانا صلى الله عليه وسلم، أحيانا كان يسمعنا الآية. وفي حديث آخر قال: وحديث أبي معمر قال: قلت لخباب: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر ولا هي الفتحة بس، ولا كان بيقرأ شيء من القرآن؟ تاني مين خباب دوت؟ خباب بن الأرط، هذا اسمه خباب ابن الأرط، الصحابي الذي اشترته الصعبة بنت الحضرمي، هذه امرأة كانت في قريش صعبة شديدة الصعوبة، فلما اشترته وصار لها عبدا رضي الله عنه، كانت تعلمه الحدادة، فكان ينفخ الكير ويشكل الحديد، فلما سمعت الصعبة بنت الحضرمي بإسلام خباب جاءت بمطرقة الحديد أخرجتها من النار ووضعتها على رأسه، وكانت تضربه بالحديد المحمي حتى انفلى الجلد عن الشحم عن العظم في ظهره رضي الله عنه. وخباب هو الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عند الكعبة فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا أن ينصرنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ويوضع السيف على رأسه فيفرق به نصفين ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. كان هذا خباب، حديث خباب: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. إذن سمع بعض قراءته ولا لم يسمع صلى الله عليه وسلم؟ سمع بعض قراءته، ولذلك ثبت أن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر بعد الفاتحة في أولى الركعتين، وكان يقرأ في المغرب والعشاء والصبح جهرا. ولماذا ذكر الإمام مالك رضي الله عنه، لماذا ذكر لنا القراءة في المغرب والعشاء قبل أن يذكر لنا القراءة في الصبح؟ هذا لأن الليلة سابق النهار. فلماذا ترجم للمغرب والعشاء والصبح ولم يترجم للظهر والعصر؟ لأن القراءة فيهما سرية. ومن أين علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السرية؟ من بعض روايات أخرى أثبتها الإمام البخاري وغيره من حديث خباب: كيف كنتم تعلمون قراءته؟ قال: من اهتزاز لحيته. ومن الحديث الآخر: كان يسمعنا الآية أحيانا صلى الله عليه وسلم. هذه هي المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ الرواية الأولى في هذا الباب، وعليه فهيا بنا لقراءة الرواية الأولى. ماذا تقول الرواية الأولى؟ انتبهوا، فإن فيها من الكلام الهام جدا. قال: وبالإسناد إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. مرة أخرى، من الذي يقول حدثني يحيى؟ عبيد الله بن يحيى. عبيد الله بن يحيى يا شيخ عيد، مين عبيد الله بن يحيى هذا؟ هذا ابن يحيى بن يحيى صاحب هذه الرواية. إذن من الذي يقول حدثني يحيى؟ عبيد الله بن يحيى. عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. الطور، إيش هذا الطور؟ سورة الطور. الطور وكتاب مسطور. صلوا على الحبيب. هذه الرواية فيها عدة قضايا. القضية الأولى: من هو
والمقصود ان هو قرأ الدور في المرض يعني مقصود به قرأ السورة كلها حياتي سيأتي قلت لك فيها عدة مسائل منها هل قرأ سورة الطور بكاملها لا في بعض الروايات تقول وعند ابن حبان قال سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور فقط وفي بعض الروايات أنه قرأ معظمها وفي بعض الروايات أنه قرأها كلها وهذا معناه أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة وفعل هذا مرة وسيأتي تفصيل ذلك الآن لكن الآن يحيى ابن يحيى الإمام يحيى ابن يحيى هذا نعرفه عن الإمام مالك معروف الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري هذا أيضا معروف وترجمنا له عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه من محمد بن جبير سريعا أعرفكم عن هؤلاء السادة سريعا قال القرشي محمد بن جبير القرشي النوفلي أبي سعيد المدني ثقة من رجال الجميع عارف بالأنساب مات على رأس المئة عارف بماذا؟ الأنساب يعني كان نسابة محمد بن جبير هذا مات وهو ليس صحابيا وإنما من التابعين إنما محمد بن جبير محمد بن جبير بن مطعم إذن عن أبيه من أبوه جبير بن مطعم من الصحابي هو في هذه الرواية جبير بن مطعم هو هذا الصحابي لكن محمد بن جبير مات على رأس الايه المئة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معناه أنه كان صغيرا عند عند سنة 10 هجريا أو 11 هجريا أو أنه كان لم يولد بعد إذا ربما مات عند 60 مثلا إذا ولد بعد 10 هجرية والشاهد أنه لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين طيب هذا محمد بن جبير ثقة من رجال الجميع اكتب هذا في باب فهمك لعلم الحديث يعني إيه من رجال الجميع يا شباب من رجال الجميع يا شيخ عيد معناه أن جميع الذين ألفوا في كتب السنة فعلوا روى عنه يعني روى عنه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود هؤلاء جميع من رجال الجميع وهذا مصطلح في كتب علم الحديث لا لابد أن يكون عندك خلفية عن بعض المصطلحات نعم يفيد الناس المتخصصين في علم الحديث جدا هو لو لقى حديث فيه محمد بن يبقى مطمئن أنه ثقة أحسنت وأن حديثه صحيح وأنه إن شاء الله من باب الذي يحتج به فما دام روى عنه الجميع والجميع قالوا عنه أنه إيه ثقة يبقى إذن هذا الرجل إن وجدته في سلسلة الإسناد فتعرف درجته في الحديث طيب هذا محمد بن جبير أبوه بقى من أبيه هذا هنا تأتي مفاجأة وأريدكم أن يعني تنتبهوا قليلا قال عن أبيه أما أبوه جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف هذا صحابي أسلم يوم فتح مكة يعني من المتقدمين إسلاما أم من المتأخرين المتأخرين أسلم يوم فتح مكة لا لا لا, لا. انظر أنا ماذا أريد أن أقول أسلم يوم فتح مكة ألم يروي الصحابة ماذا قرأ النبي في المغرب والعشاء إلى أن أسلم جبير بن مطعم تعرف يعني إيه فتح مكة فتح مكة سنة كام 8 والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الجماعات من سنة كام من سنة من قبل الهجرة الصلاة فرضت قبل الهجرة يعني ألا يوجد صحابي روى لنا ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب والعشاء من يوم أن فرضت الصلاة 8 هجريا قال لك لا استنى بس لا 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 إنما السؤال عن أخبار لا 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 خالص ليس بعد انتقاله الشاهد أن هذا أسلم يوم الفتح اللقطة الذي أود أن أقولها أن هذا الصحابي الجليل روى هذا الحديث وكان على كفره قبل أن يسلم نعم وصحة ابن عباس مين عبد الله بن عباس ابنه حبر الأمة وترجمان القرآن من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره قالت سمعته وهو يقرأ فين والمرسلات عرفا ما معنى المرسلات عرفا صحيح يعني خطر في بالي الآن يعني إيه المرسلات عرفا كم مرة قرأتموها في المصحف؟ يعني الحالف السحاب يعني سحاب لا هي علاقتها بالملائكة الملائكة؟ أنت تنجم ولا قرأت معناها؟ أنت بتنجم مفيش الملائكة ولا حاجة يعني إيه المرسلات عرفة يا شيخ محمد؟ لا صحيح والله يا درويش يا أبناء الطريق يعني إيه المرسلات عرفة؟ إيه ده؟ مش معروف ها؟ درسناها إيه بس يا مولانا؟ لا زهرة حرام على الله وكل الناس لازم تعرف قال المرسلات عرفة أي الرياح المتتابعة يقسم الله سبحانه وتعالى بالمرسلات يعني بالرياح ولماذا سميت الرياح مرسلات
لأنها ترسل السحابة وترسل اللقاح وترسل اللطف والهواء والرطوبة، رياح اسمها إيه؟ مرسلات، يعني ترسل اللقاح وترسل السحاب. من الذي يجعل السحاب يسير في الجاف؟ الرياح، صحيح؟ وترسل لطافة الجو، ما دام حيبدأ رياح يبقى فيه لطافة. الاتصالات بتصير من خلال الرياح. أحسن، لأنه تلاقي المكان اللي فيه شبكة قوية يبقى فيه تهوية، فيه هواء، فيه تهوية. لما تدخل نفق ما فيهوش أكسجين ولا هواء يقوم الشبكة تفصل، يبقى اسمها مرسلات ولا لا؟ يعني سبحان الذي سماها مرسلات قبل ما يبقى فيه شبكة وفودافون ولا أي حاجة. سبحان الله، يعني الله أكبر، الله الله الله. فقالت له يا بني، ستنا أم الفضل لما شفت ابنها بيقرأ قالت له إيه؟ يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فين؟ في المغرب. إذن هذه القراءة تقرأ في صلاة الإيه يا جماعة؟ في صلاة المغرب. لكن السؤال دي بتقول آخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت عند المحدثين وعند أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى بالناس كانت صلاة الظهر أو العصر. فما معنى أنها تقول آخر ما سمعت النبي يقرأ؟ في الجهر بيوم؟ في الجهر، أيوه في الجهر، يعني هذا في الجهر وهو صلى السر، لأنها لم تسمع قراءته في السر، وده طبيعي ما دام لم تسمع قراءته. لكن قضية القراءة في المغرب خلاصتها فقهية يا شيخ عين، خلاصتها إيه؟ فقهية. اسمع يا سيدي. ونقل الترمذي عن مالك أنه كره القراءة في المغرب بالطور والمرسلات. ده مين ده؟ الإمام مالك. ليه؟ عشان طويلة. قرأ كره القراءة في المغرب بالطور والمرسلات ونحوهما. وعن الشافعي لا أكره ذلك بل استحبه. بل إيه؟ يعني عند المالكية التقصير أولى، عند الشافعية يجوز أن تقرأ بالطور والمرسلات لكن لا تزيد في القراءة بالذات في المغرب على الطور والمرسلات. جميل. وهذا يعطيك تفسيرا لما يحدث في صعيد مصر عندنا، يصلي الإنسان بآية واحدة لأنهم كلهم إيه؟ مالكية. والله وهم مش عارفين إن هم مالكية على فكرة، هم ماشيين على الفطرة كله مالكي وخلاص مش فاقدين. طيب، فالمعروف عند المالكية والشافعية. طيب قال ولا استحباب بل هو جائز، جائز أن تقرأ بالطور وجائز أن تقرأ بالإيه؟ بالقصير. وهو القاعدة التي ذكرناها قبل ذلك أن المذهب لا ينقض المذهب، مذهب مالك لا ينقض مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي لا ينقض مذهب مالك. لكن المتفق عليه لدى الجميع أن الإطالة، إن طال الإمام في القراءة جدا حتى مل الناس، فهذا مرفوض عند المذاهب الإيه؟ الأربعة. لكن نتكلم عن الطور، عن المرسلات تاخذ لها مثلا 3 دقائق قراءه، 5 دقائق قراءه، المرسلات دي ما تزيدش عن كده، قراءه مفصله وجميله. طيب 5 دقائق اهو. اذا الشافعي قال لا ده مناسب وكويس وانا بحبه، ومالك قال لا يا عم ده طويل قصر شويه. فالمذهب لا ينقض ايه؟ لا ينقض المذهب. كما قال ابن عبد البر وغيره، نعم المستحب تقصيرها للعمل بالمدينه. وده يدي لك ليه الامام مالك قال أن قراءة بالطور والمرسلات قراءة طويلة، لأن عمل أهل المدينة في المغرب كانوا يطيلون أم كانوا يقصرون على هذا؟ يقصرون عن صلاة الطور وعن قراءة الطور والمرسلات. ليه؟ لأنهم يعرفون أن التخفيف في صلاة المغرب إيه؟ هو المستحب عند، والإمام مالك استدل بهذا في مذهبه. قال بالمدينة وبغيرها سبحان الله. قال ابن دقيق العيد استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب، والحق عندنا أن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت به مواظبته عليه فهو مستحب، وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. هو فعل لكن لم يواظب، هي دي هي هذه اللفتة، فعل هذا ولكن إيه؟ لم يواظب. إذن جبير بن مطعم يا سادة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، كانت هذه عادة النبي أن يقرأ في المغرب بالطور أو بما يساويه؟ أبدا، كانت هذه مما فعل ولم يواظب عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة يلا بينا. وبيلي قال وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، مولى من؟ عن عبادة ابن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق
فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل. ده مين ده؟ سيدنا أبو بكر. أنت أخد بالك؟ من قصار المفصل. وبعدين خلص ركعتين وجاب حيجيب الركعة الثالثة. ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إيه الكلام العجيب ده؟ إزاي صحيح؟ كلام عجيب للرجعة التالتة مثلا. إيه ده بقى؟ وهذه رواية صحيحة ثابتة عن الصديق رضي الله عنه. آخر الصور وبعد كده رجعت أنا وبعد كده. إيش يعني تقول إيش؟ قرأ المفصل وبعدين وما يرجع، ايه المانع يعني؟ ده تنكيس؟ لا ده مش تنكيس، ده مش واخد بالك بقى، مش تنكيس. التنكيس يكون في السورة الاستنى بس صلح له دماغه في الحتة دي يا ولدي. التنكيس يكون في السورة الواحدة مش في السورتين. يعني ايه؟ يعني ان قرأت في الركعة الاولى اخر البقرة وفي الركعة الثانية قرأت اول البقرة، ده التنكيس في سورة واحدة. لكن ان قرأت في الركعة الاولى بالبقرة أو بآل عمران كلها وجيت في الركعة الثانية أرد بالبقرة، يبقى ده اسمه تنكيس؟ لا، ده سورة ودي إيه؟ ودي سورة. تاخذ بالك؟ في داخل السورة الواحدة، وهو مكروه أيضا ومش حرام، يعني كمان لا يبطل الصلاة. هو قرأ بقصار المفصل عن سور إيه؟ سور قصيرة. وفي الركعة الثالثة قال: دنوت منه حتى كاد ثيابي أن يمس إيه؟ يقول إيه؟ يقول: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا إيه؟ لا تزغ قلوبنا. الآية في سورة آل عمران. قول يا سيدي. ممكن يكون فاهم إن دي آية. وبعدين؟ ممكن يكون هو يدعو سيدنا الله. الله، هذه هي الإجابة. تماما. هذه هي الإجابة. اسمع بيقول إيه سيدنا الشيخ هنا؟ وده بحث قرآني للمشايخ المهتمين بالقرآن. نسمع بعض الألفاظ حوالين القرآن يقول إيه؟ يقول المفصل، يعني إيه قصار المفصل؟ يعني إيه؟ الطوال، يعني الطوال يا شيخ محمد بتبتدي في القرآن من البقرة لغاية سورة إيه ويبدأ المفصل، وبعد المفصل يبتدي لغاية فين في القرآن ويبدأ، وبعدين يبدأ قصار المفصل، فاهم أنت؟ وبعدين يوصل لغاية فين قصار المفصل ده؟ كأن القرآن ثلاث مناطق: الطوال والمفصل والقصار وقصار المفصل، أربع مناطق. تاني، أول منطقة اسمها إيه؟ الطوال، ثم المفصل، ثم قصار، ثم قصار المفصل، أربع مناطق. هذا بحث طريف جدا في القرآن. تعرف متى يقف الطوال؟ أين ينتهون؟ ثم المفصل. ما معنى المفصل أصلا؟ يعني إيه مفصل؟ يعني قصص القرآن جاءت في هذه السور أكثر تفصيلا، أكثر إيه؟ تفصيل، لكنها جاءت مجملة في السور في السور القصار، جاءت إيه؟ مجملة. يعني مثلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، لغاية لما ذكر إيه؟ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف ربهم. دي قصة سيدنا مين؟ صالح والناقة، ذكرها في ثلاث أربع عيد أهو. دي مفصلة ولا مجملة؟ مجملة، جاءت مفصلة في أماكن أخرى، في هود مثلا جاءت مفصلة في سورة هود. يعني القرآن أربع مناطق: طوال، مفصل، قصار، قصار المفصل. تقدر تعمل بحث بهذه الطريقة تستمتع فيه استمتاعا عظيما. بيقول هنا سيدنا الشيخ: قصار المفصل وهل أوله، بيسأل هو مش عنده يعني يقين، يقول: وهل أوله الصفات أو الجاسية أو الفتح أو الحجرات أو قاف أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن؟ مش عارف، قول لي كده مين فين المناطق دي في القرآن الكريم. أقوال أكثرها مستغرب، والراجح عند المالكية والشافعية الحجرات. بداية قصار المفصل من أول سورة الإيه؟ الحجرات. هذه في الجزء الكم؟ 27. لا الخامس، وانت بتعد من عندي عم تباركت سمع، يبقى هي الأحقاف الخامس. الخامس يبقى من ناحية دي 25. يعني كأن قصار المفصل في القرآن كم جزء؟ خمس جزء.
قصار المفصل. عند المالكية قصار المفصل. طيب ونقل المحب الطبري قولا شاذا أن المفصل جميع القرآن. أوبا لا يا مولانا تعالى هنا. وحتى المشايخ قالوا عليه ده إيه؟ شاذ. ثم تأتي المفاجأة، أقصد المشكلة المعضلة في هذا الحديث. الأول الرجل اللي جه سليمان بن عبد الملك عن عبادة ابن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي. أبو عبد الله الصنابحي ده سادة ده هو الصحابي لا ليس صحابيا وإنما من كبار التابعين، ثقة قدم المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. ما؟ بعد النبي ما توفى وانتقل خمسة أيام. الخمسة أيام دول فرقوا في حياته، بقى صحابي ولا تابعي. تخيل لو دخل المدينة قبلها بست أيام مثلا وشاف سيدنا النبي كان بقى إيه؟ شوف الوقت بيفرق إزاي؟ يعني خمسة أيام فرقت في أن يعد صحابيا أو أن يعد تابعيا. شيء في منتهى العجب. يقول لك السنة في عمر الإنسان تفرق. إنسان سبقني في طلب العلم بعام، هذا العام يفرق في تحصيل ولا ما يفرقش؟ يفرق جامد أوي. واحد سبقني في دخول الطريق بيومين، اليومين دول هيفرقوا. فاهم الكلام؟ قال لك دخل المدينة بقد إيه؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، ومات في خلافة عبد الملك. عبد الملك مين؟ عبد الملك بن مروان. ثم تأتي قضية قراءة في الثالثة، هل هناك قراءة في الثالثة ولا ما فيش قراءة في الثالثة؟ قال قراءته في الثالثة هذه الآية ضرب من القنوت والدعاء. ضرب من الايه؟ قنوت. ما كانش قراءة قرآن. حتى بص فيها كده، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تنفع ايه دي؟ الدعاء. وهل القنوت جائز في صلاة المغرب؟ القنوت جائز في جميع الأوقات في النوازل، وبعضهم لا يوافق على القنوت أصلا. لكن يعني ايه نوازل؟ يعني في المهمات الكبيرة ساعة ما يحصل مشكلة ضخمة يحصل ايه؟ يحصل قنوت، زي ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وزكوان. تعرفون هذا؟ دعا على قبيلتي رعل وزكوان 30 يوم في كل فريضة، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، كان يدعو اللهم عليك برعل وزكوان بصوت عالي صلى الله عليه وسلم 30 يوم. الذين قتلوا قراء القرآن، 70 من قراء القرآن قتلهم هؤلاء، هذه القبيلة قبيلة رعل وزكوان. ولما قتل 70 من قراء القرآن نزل فيهم قرآنا ثم نسخ هذا القرآن، لكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. طيب ما الذي جعل أبو بكر يقنط في المغرب؟ ليه؟ إيه القصة؟ انتبه بس، انت مش واخد بالك. الصنابحية قل دخلت المدينة في خلافة من؟ أبو بكر. يعني سيدنا أبو بكر كان خليفة، ما كانش في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصنابحي دخل المدينة بعد وفاة النبي بخمسة أيام. طيب كان أبو بكر خليفة، وإيه اللي حصل في خلافة أبو بكر؟ حصل الحروب الردة ومنيع الزكاة. أبو بكر لم يهدأ يوما في السنتين اللي خدهم، لم يلتقط أنفاسه ما أن انتهى من حروب الردة وتثبيت دولة الإسلام حتى فارق الحياة، لم يهدأ يوما. إذن طوال السنتين بتوع سيدنا أبو بكر كلهم كانوا سنتين إيه؟ محنة، ومحنة شديدة جدا. فكان يقنط في الصلوات رضي الله عنه. وقالوا كان هذا الوقت وقت حروب الردة، ما هو بعد النبي بخمسة أيام، إيه اللي حصل؟ دخل الكلام ده كله. أو بيقوله ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أهل الردة، وأجاز جماعة من العلماء القنوت في المغرب وكل صلاة، ومنهم من لا يراه أصلا. وقال ابن عبد البر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور والمرسلات، وفي العشاء بالتين والزيتون. في العشاء بإيه؟ وقراءة أبي بكر بما ذكر كل ذلك من المباح، يقرأ بما شاء مع أم القرآن ما لم يكن إماما، فلا يطول على من خلفه، وتخفيفه صلى الله عليه وسلم مرة وربما طول يدل على أن لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، وهذا إجماع. لا توقيت يعني إيه؟ يعني فيش حاجة اسمها أقرأ 60 آية، لا، إنما كما يطيق المصلون. أنت يا أخي صاحب مسجد على الطريق والناس يصلون ويدركون الإيه؟ ويدركون سفرهم أو يدركون مشاغلهم ومصالحهم، تحبسهم في الجامع من الساعة 3 للساعة 4 عشان تصلي العصر؟ طب إحنا ورانا سفر. طب والسفر؟ وبالمناسبة كنت في مديرية الأوقاف ودخل علينا هذا الشخص، الكلام ده يوم الأربعاء اللي فات، هذا الشخص اللي صلى بنا المغرب وهو عامل المسجد،
يعني له إمام ولا مش عايز أغلط. عامل الجامع عامل وإمامته هكذا وما عرفش يعمل فيها شيخ الإسلام. وكنت موجود عند وكيل الوزارة يوم الأربعاء اللي فات وهو بنتفق على إنه هنعمل مدرسة علمية في مسجد الاستقامة. قلت له أيوه عشان مخهم يتعدل. قال إزاي يعني؟ قلت له عشان ما يقيمش صلاة العصر بعد 32 دقيقة من أذان العصر. قال لي مين اللي بيعمل كده؟ قلت له واحد في مسجد الاستقامة. وأنا بقول في واحد في مسجد الاستقامة دخل علينا صاحبنا ده. قلت له هو ده يا مولانا امسك عليه. قال له تعال هنا. كيف انت عملت؟ قلت له يا مولانا 32 دقيقه بين الاذان والاقامه ويجي 25 دقيقه صلاه. يرضي ربنا واحنا ورانا سفر. قال له انت تعال هنا، انت مش تبع الاوقاف، انت ما تصليش بالناس تاني. والدكتور هيجي لك يوم كذا في درس عنده في الاستقامه وزي ما يقول لك يعني ايه. قلت له ده يا مولانا عامل نفسه ابو حنيفه وطلع من الاوضه وماشي يعمل كده وراح يقدم ايه عم. أيوة في الاخر طلع عامل ولا يعرف اي حاجه. يعني الله يتوب علينا وعلى المسلمين يا رب. ايه يا عم ده؟ طلع من ايوه هو ده اللي طلع من الاوضه. يعرف عالم ما بتلبسه. هو ده اللي طلع من الاوضه. وبالصدفه انا ما كنتش عارفه لما دخل قلت له قال لي ده عامل في الجامع هنا. قلت له ده عامل فيها ابو حنيفه هنا. امام المسجد يعني اللي كنت بتكلمه ولا وكيل وزاره الاوقاف؟ وكيل وزاره. قال له لو عملت كررتها تاني مش هخليك تقعد في الجامع. يعني القصد ايه؟ القصد انه لابد من ان الانسان يراعي احوال الناس. صحيح ولا ايه؟ طيب اللهم صل على سيدنا رسول الله. قال لابد من ان يخفف وهذا اجمع. وقد قال من اما بالناس فليخفف. حديث هنا وسوره سوره 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 يعني ايه؟ يعني سوره بعد الفاتحه في الركعه الاولى وسوره بعد الفاتحه في الركعه السابعه. تمام. انما اسمع، يقول من اما الناس ايه فليخفف ولم يجد شيئا. واجمعوا على ان لا صلاه الا بقراءه. لا صلاه الا بقراءه. يعني ايه لا صلاه الا بقراءه؟ بعد الفاتحه في الركعتين الاوليين. طيب وكذا. وكان الشافعي يقول ببغداد تسقط القراءة عمن نسي، فإن النسيان موضوع. يعني قرأ الفتحة بس وسجد وركع تبقى صلاته صحيحة ولا بطلة؟ صحيح. هذا كلام الإمام الشافعي. ثم رجع عن ذلك بمصر وأظنه كانت دخلت عليه الشبهة بما روى أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فذكر له ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قيل حسن. قال لا بأس إذن. وهذا حديث منكر. الشافعي قبل أن يدخل مصر كان يفتي بجواز أن يصلي الإنسان من غير أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. فلما دخل مصر حصل إيه؟ لما دخل مصر غير رأيه. وواضح والله أعلم أنه كان بيفتي بكده. ليه؟ علشان الحديث ده بتاع عبد الله بن عمر وهو حديث منكر، يعني لم يثبت، إنما نسب لسيدنا عبد الله بن عمر ولم يقول ولم يحدث. طيب كان مالك ذكره في الموطأ مرسلا. حديث عبد الله بن عمر ده كان حطه هنا في الموطأ. ثم رماه من كتابه. الله رماه لأنه منكر. وصح أن عمر أعاد تلك الصلاة بإقامة وقال لا صلاة إلا بقراءة. وروى أشهب عن مالك أنه أنكر أن يكون عمر فعله، وقال يرى الناس عمر يفعل هذا في المغرب فلا يسبحون له ولا يخبرونه. مش مستحيل طبعا. وإذا هل تجوز الصلاة بغير قراءة خلف الفاتحة في الركعتين الأوليين؟ لا تجوز. في الجهر أم في السر؟ يعني في المغرب والعشاء والفجر ولا كمان في الظهر والعصر؟ كذلك في الظهر والعصر. حتى الصلاة السرية لا تجوز بغير إيه؟ بغير قراءة سورة بعد الفاتحة. ولماذا غير رأيه؟ الشافعي غير رأيه أولا لأنه اكتشف أن الحديث الذي اعتمد عليه حديث منكر. ثم لما دخل مصر وجد العلم فاشيا ومشتهرا، ووجد مذهب مالك منتشر. فكان رضي الله عنه الإمام الشافعي كان له أتباع يقولون اللهم أمت الشافعية حتى لا يذهب علم مالك في مصر. كانوا يدعوا عليه لأن الشافعية كان يعني نجما ساقبا. لكن ظل الشافعي بمذهبه وظل مالك بمذهبه، والمذهبية شرف في الإسلام ويعني من الأمور التي تظهر محاسن الإسلام. الرواية الأخيرة في هذا الباب لنختمه في هذا المجلس وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. فعل من هذا؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل الذي كان شديد المتابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم.
وما رأينا مثله متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان شديد المتابعة له. لكن انظروا إلى هذه الرواية، استوقفتني كثيرا كثيرا جدا. قال: كان إذا صلى وحده، خلي بالك هذا قيد، صلى إيه؟ وحده. يعني وحده يعني إيه؟ يعني طول براحتك، استمتع بالقراءة براحتك لوحدك، ما فيش حد تعبان عنده سلاسل بول، عنده غضروف مش قادر يقف، ما فيش واحد عنده مصلحة بعد الصلاة عايز يجري يروحها، انت بتصلي ايه؟ لوحدك. قال: يقرأ اذا صلى وحده يقرأ في الاربع جميعا. لو بيصلي الظهر يطلع يصلي يقرأ سورة بعد كل فتح، صحيح هذا ولا غير صحيح؟ صحيح. لكن القراءة في الركعتين الاخيرتين ليست من الايه؟ ليست من الواجب في الصلاة، انما هي من باب المباح او من باب المستحب، انما ده يدلك على انه كان بيصلي ايه؟ ما دام بيصلي لوحده يطول يعني براحته يعني. في كل ركعة بأم القرآن، قال: في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث. ينفع ولا ما يصح؟ في النافلة أم في الفريضة؟ يصح في النافلة ويصح في الفريضة. كان واحد من الصحابة قديما يصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إماما في أطراف المدينة، كان بيصلي بطريقة غريبة جدا غريبة، يقرأ مثلا والضحى، يختم الضحى ويقرأ قل هو الله أحد في نفس الركعة ويركع، يجي في الركعة اللي بعدها مثلا هيصلي الليلة في قريش مثلا، يقرأ الليلة في قريش ويقرأ معها قل هو الله أحد، وكذا كل صلاة يعمل كذا. إذا لازم قل هو الله أحد في كل صلاة، لازم قل هو الله أحد في كل الفرائض. إذا فقالوا له: ماذا تفعل؟ إما أن تقرأ بالإخلاص وحدها أو بالصورة وحدها، فلما تجمع الإخلاص إلى السورة؟ قال: والله هذه صلاتي، فإن أردتم أن أصلي لكم صليت، وإن لم تريدوا أن أصلي لكم ابحثوا عن غيري يصلي لكم، وأنا مالي، هي دي صلاتي. فشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، ده بيعمل حاجة غريبة مش فاهمينها، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام: تعالى طب ماذا تفعل؟ إما أن الرسول يقول له صلى الله عليه وسلم: إما أن تصلي بالفاتحة بالإخلاص وحدها، هي الإخلاص وحدها قليلة لربع القرآن ولا ثلث القرآن، صحيح؟ طيب ثلث القرآن، أو أن تصلي بالسورة وحدها. فقال النبي، فقال الرجل الصحابي لسيدنا رسول الله: يا رسول الله إني أحبها. يحب إيه؟ إخلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فحبك إياها أدخلك الجنة. هو من المبشرين، حبك إياها إيه؟ أدخلك الجنة، خلاص هو من أهل الجنة رضي الله عنه. وإذا يجوز أن يقرأ الإنسان في الركعة الواحدة أكثر من، وهكذا كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. سبحان الله، سبحان الله، تحس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل بالظاهر والباطن. الله أكبر. يعني هو كده ظاهر الأمر قصاد الناس، فقالوا: أنت ليه عملت كده وعملت كده ومش عارف، على الرغم أنه داخل عليه وعارف أن حبه إياها أدخله الجنة. طبعا، إنما أراد أن يتخذه وسيلة لأن يبشر من بعده، هذه واحدة. والثاني أراد أن يظهر فضيلة الرجل أمام من يصلي بهم، عايز يقول لهم: بصوا إزاي إجابته عاملة إزاي، وهو يعرف أن الرجل يحبه. طبعا مش كلام، لكن أولا اغترم الفرصة ليبشر المسلمين، ثانيا أراد أن يبين مقام هذا الرجل عند الذين يصلون خلفه، فقد كان هان في نظرهم، هو اللي بيعمله ده مجنون ولا إيه؟ فوضح أنه لا، كان رجلا من أهل الله ويفهم أن القرآن يعني سبب في أسباب دخوله الجنة. قال: في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، طويلة أو قصيرة، كان يصلي بكده سيدنا. وهذا لم يوافقه عليه مالك، مع أن عبد الله بن عمر شيخ مالك، شيخ شيوخ مالك، يعني مالك عن نافع عن مين؟ عن ابن عمر. أهو مالك لم يوافق على فعل من؟ ولا الجمهور، يعني هذا لم يوافق عليه مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، أن أنت تصلي في الأربع ركعات بفتحة وسورة، لا بالفتحة بس. يا ترى ليه الجمهور ما وافقوش؟ وده فعل عبد الله بن عمر، يا ترى ليه؟ قال: بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الآخرتين، كرهوا، مكروه. فلماذا كان يفعله عبد الله بن عمر؟ قال لك: أخذ بالك في الركعتين الأخيرتين وثالثة المغرب، لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. يعني أخذوا بفعل النبي أم بفعل عبد الله بن عمر؟ طب وهل كان فعل عبد الله بن عمر منكرا حتى لم يأخذوا به؟ لا، هو ليس منكرا، وإنما كان عبد الله بن عمر يفهم أكثر من الأئمة الأربعة أن هذا ليس فعل النبي،
وبدليل انه فعله وهو يصلي وحده. شفت ازاي؟ يبقى واضح جدا انه كان عارف انه ده مش فعل النبي، وان النبي كان بيقرا في الركعتين الاولين فتحة وصورة بس، وفي الركعتين التانيين او في الثالثه من المغرب فتحة ايه؟ فتحة فقط. كان يعرف هذا جيدا رضي الله عنه. وهكذا وكان يقرا احيانا بالسورتين والثلاث في الركعه الواحده من صلاه الفريضه. وبجواز ذلك قال الائمه الاربعه، يعني ينفع تقرا بالضحى والشرح في ركعه واحد، ينفع ما فيش مشكله. والائمه الاربعه لا جواز ذلك. وفي الصحيحين عن ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان النبي يقرا بهن، فذكر 20 ايه من المفصل سورتين في كل ركعه. يعني كان يعمل ايه سيدنا النبي؟ شوف تخيل، كان يقرا مقطعا من سوره ثم يختم هذا المقطع ويقرا في نفس الركعه مقطعا اخر من سوره اخرى. شوف 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 الكلام. حتى قال عبد الله بن مسعود عرفت النظائر. عارف النظائر يعني ايه؟ يعني هذه الايات لها نظير في سوره اخرى. عرفتها منين؟ من قراءه النبي في المغرب او في الصلوات. تشابه الايات، النظائر اللي بيسموها انتم دلوقتي المتشابهات. انما عرف عبد الله بن سيدنا النبي كان مثلا يعني عليه الصلاه والسلام، وده عجيب والله، كان مثلا يقرا مثلا قصه ادم في البقره في جزء كده في الربع الثاني مثلا، في الربع الثاني مش كده؟ فان ختمه، بل في الربع الثاني، فان ختمه يبدا في قصه ادم التي في سوره طه او الاعراف في ايه؟ في ركعه واحده، كانه يعطيهم الايه؟ درسا عمليا علميا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. مثلا يعني انتقل لسوره من غير بسمله ولا شيء، من غير بسمله، وهم كانوا يعرفوه، ما كانش لا مؤاخذه يعني مش عارفين حاجه عن القران، ده القران نزل وهم يعني بين ظهرانيهم رضي الله عنهم. ماشي يا مشايخ؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله. ويقرا في الركعتين من المغرب كذلك بام القران وسوره سوره، بيان لمراده بالتشبيه. اخر روايه، انا اسف انا مش قلت ان دي اخر ولا لا، لسه في اخر روايه. هي دي الروايه العجيبه بقى اللي خلتنا فهمنا القراءه في المغرب والعشاء على هذا الوضع الذي شرحناه لكم. الروايه الاخيره دي بتقول ايه؟ قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الانصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرا فيها بالتين والزيتون. في الركعه الاولى بالتين والزيتون، وفي الركعه الثانيه بالتين والزيتون. بس خلاص. امال ايه؟ خلصنا هذا العشاء. ايوه طبعا الا متفق عليه. استنى بس اقول لك، اخرجه البخاري ومسلم. عايز حاجه ثانيه؟ وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، زاد النساء في الركعات الاولى. يعني وفي كتاب الصحابه لابن السكيت في ترجمه ورقه بن خليفه رجل من اهل اليمامه انه قال سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاتيناه فعرض علينا الاسلام فاسلمنا وأسهم لنا، يعني أدانا أسهم من وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا العشاء. إنما عشان أقرأ لي ربعين في العشاء، أف أف، الناس واقفة تقول أف أف، يرضي ربنا؟ ما سمعنا بهذا أبدا. أنا عارف، ويبقى صوته كويس حتى ولا مش كويس. إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء بماذا يا سادة؟ فقرأ بالتين والزيتون، وفي الرواية الثانية قرأ به بإن أنزلناه في ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله نكمل القراءة في المجلس القادم. اللهم اغفر لنا ذنبنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وصلى الله على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. يا محمد.